نشرة الأخبار من قناة الفجيرة، أهلا بكم، ونبدأها بأبرز العناوين. حاكم الشارقة يفتتح المنطقة التراثية بمدينة خورفكان. مراكز تدريب القوات المسلحة تستقبل الدفعة 14 للخدمة الوطنية التأسيسية. وإكسبو 2020 دبي يستضيف أسبوع المناخ والتنوع الحيوي غدا الثلاثاء. أهلا بكم. افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس الأحد المنطقة التراثية بمدينة خورفكان، ويمثل مشروع المنطقة التراثية بخورفكان إحدى أهم المشروعات التي تسعى الشارقة من خلالها للمحافظة على المباني التراثية الموجودة في المنطقة وأحيائها والترويج لها وتحويلها إلى مزار سياحي ووجهة ثقافية تستقطب السياح والزوار من شتى الأماكن وثقافات لتأخذهم في جولة ماتعة في رحاب التاريخ العريق والتراث العميق. وتفقد صاحب السمو حاكم الشارقة لدى وصوله إلى المنطقة التراثية قناة الوادي المائية، حيث اطلع على عروض سباق الشوش التي أقيمت بمناسبة الافتتاح. وتشكل القناة التي يصل طولها إلى 700 متر وعرضها 5 أمتار إحدى أبرز المرافق السياحية المميزة بأنشطتها الترفيهية، حيث توفر للزوار فرصة ركوب العربات المائية والتجول في أرجائها. برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك النهيان وزير التسامح والتعايش، وبمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين المختصين في مجالات التسامح والتعايش والسلام من داخل الدولة وخارجها، تنظم دار زايد للثقافة الإسلامية منتدى التسامح الافتراضي الرابع بعنوان الإمارات وطن التسامح، والذي يأتي هذا العام بهدف تعميق قيم التسامح والتعايش والانفتاح لدى مختلف شرائح المجتمع وتأصيل التعايش والتسامح عند الشباب بالشراكة بين دار زايد للثقافة الإسلامية والجهات المجتمعية ذات العلاقة، بالإضافة إلى إثراء قيم التسامح والتعايش المشترك عبر المنصات الإعلامية والرقمية المتنوعة، إلى جانب إبراز ملامح التسامح والسلام في دولة الإمارات. وقالت الدكتورة نضال محمد الطنيجي المدير العام لدار زايد للثقافة الإسلامية إن دولة الإمارات تمثل نموذجا حضاريا وإنسانيا للتعايش والتسامح والانفتاح الثقافي والإنساني والحضاري، غرسان ابتتها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان النهيان طيب الله ثراه، الذي ترك لنا إرثا خالدا يؤكد أن الالتقاء والتعايش بين البشر والاحترام المتبادل بينهم والعمل المشترك والنافع معهم. استقبلت مراكز التدريب في القوات المسلحة أول من أمس شباب الوطن من مجندي الدفعة 14 للخدمة الوطنية التأسيسية، المجموعة الثانية الخاصة بخريجي الصف 12 للعام الدراسي 2020-2021، وسط إجراءات وقائية واحترازية لضمان سلامتهم واتخاذ كافة الإجراءات التي اتخذت لتوفير الحماية القصوى لكافة مجندي الخدمة الوطنية، وهي أولوية تتابع بشكل مباشر من قبل اللواء ركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون النهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية. تم تركيب بوابة التعقيم الذكي في مختلف المراكز المخصصة لاستقبال الدفعة 14 المجموعة الثانية من الخدمة الوطنية، وهي معسكر تدريب العين ومعسكر سيح لحمة والليوة والمنامة التي تقوم بتعقيم المارين عبرها ضمن مبادرة تسهم في الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها البلاد لمنع انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 تحت إشراف مستشفى زايد العسكري وشركة صحة.
يخضع المجندون خلال فترة التدريب إلى برنامج تدريبي متكامل تم تطويره وفقا لأفضل الممارسات العالمية، ما يؤكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة التدريبية للبرنامج وتطويرها وتعزيزها بمناهج عالية المستوى لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة منه. تحصل لواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالفجيرة على جائزة الاستجابة الدولية للجهود الأكثر فاعلية في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في فئة المسؤول الحكومي المتميز في إدارة تلك الجهود. جاء ذلك خلال الحفل الافتراضي الذي أقامته الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع وكالة استجابة لإدارة الأزمات والكوارث والاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية الجمعة لتكريم الفائزين في الجائزة. وقد أهدى القائد العام لشرطة الفجيرة هذا الفوز إلى صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كما ثمن جهود كافة العاملين من الضباط وصف الضباط من أفراد عسكريين ومدنيين لدورهم في تحقيق هذا الإنجاز متمنيا لهم التوفيق والنجاح في خدمة وطنهم المعطاء. كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها 115,293 فحصا جديدا لفيروس كورونا كوفيد-19 خلال 24 ساعة قبل الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات لفيروس كورونا على مستوى الدولة في الكشف عن 1215 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 115,602. كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 مصابين من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 463 حالة. وزارة الصحة ووقاية المجتمع أعلنت عن شفاء 1162 حالة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بعد تعافيها التام من أعراض المرض وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليكون مجموع حالات الشفاء 107,516 حالة. كما أهابت الوزارة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع. قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم السماح باستئناف إقامة حفلات الأعراس في القاعات والمنشآت الفندقية وكذلك في المنازل والقاعات المؤقتة والخيام في المناطق السكنية اعتبارا من 22 من أكتوبر الجاري، حرصا على التيسير على المجتمع وتمكينه من الاحتفال بمثل هذه المناسبات الاجتماعية السعيدة وفق التقاليد السائدة مع مراعاة التطبيق الدقيق لمجموعة من الاشتراطات والتدابير الوقائية التي تكفل سلامة وصحة جميع المشاركين في مثل تلك المناسبات. جاء القرار وفقا للتوصيات المرفوعة إلى اللجنة من قبل الجهات المعنية، حيث شددت اللجنة على أهمية تعاون الأسر والعائلات في تأكيد التطبيق الدقيق لكافة اشتراطات السلامة لضمان تحقيق الهدف الأول من هذه الإجراءات في الحفاظ على صحة الأفراد وتجنيبهم التعرض للإصابة بفيروس كورونا أو انتشار العدوى بين الحضور.
ينظم إكسبو 2020 دبي فعالية جديدة بعنوان أسبوع المناخ والتنوع الحيوي في إطار أسابيع الموضوعات المتخصصة في فترة ما قبل انطلاق الحدث الدولي، والتي بدأت بأسبوع الفضاء يومي 5 و6 من أكتوبر 2020، والتي تمهد لأسابيع الموضوعات 10 التي سينظمها الحدث الدولي خلال فترة إقامته من 1 من أكتوبر 2021 إلى 31 من مارس 2022. ويشارك في الفعالية التي تقام عن بعد يومي 20 و21 من أكتوبر الجاري عدد من الخبراء وصناع التغيير وقادة هذا المجال بحضور الجمهور لمناقشة التحرك اللازم في مجال التغير المناخي وحماية التنوع الحيوي. أعلنت شركة حديد الإمارات عن استيفاء منتجاتها لجميع متطلبات النظام الريادة في الطاقة والتصميم البيئي ليد، إضافة إلى متطلبات برنامج استدامة ونظام التقييم بدرجات اللؤلؤ التابع لحكومة أبوظبي، وذلك في إطار جهود الشركة لدعم منظومة تطوير المباني المستدامة وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية محليا وعالميا. يأتي إعلان حديد الإمارات عقب حصولها على شهادة إعادة تدوير المنتجات RCC وإعلان المنتج الصحي HPD من شركة SCS Global Services، الشركة الأمريكية الرائدة في مجال التدقيق ومنح شهادات المطابقة، إضافة إلى اعتماد إعلان المنتج البيئي EPD لتصبح بذلك أول شركة صناعية ومصنع للحديد والصلب في منطقة الشرق الأوسط يستوفي متطلبات ومعايير نظام ليد ويتم اعتماده من قبل مؤسسة اعتماد الأعمال الخضراء. يأتي هذا الإنجاز تتويجاً لالتزام شركة حديد الإمارات بدعم التنمية المستدامة، حيث تسعى الشركة إلى زيادة حصتها في السوق وتعزيز مشاركتها في تنفيذ مشاريع الأبنية الخضراء، الأمر الذي سيشكل ميزة تنافسية أخرى للشركة وإضافة نوعية لمنتجاتها وقاعدة لعملائها. وتوفر شهادة إعلان المنتج الصحي إطار عمل للإبلاغ عن محتويات المنتجات والآثار الصحية المرتبطة بها، بينما يساعد إعلان المنتج البيئي في تحديد المعلومات البيئية حول دورة حياة المنتج وإرشاد المستهلكين إلى ضرورة مراعاة المعايير البيئية عند اختيار السلع أو الخدمات. أكدت معالي جميلة بنت سالم المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام خلال مشاركتها في اجتماع اليونسكو الذي ناقش عودة دوام المدارس في الدول العربية خلال جائحة كورونا، أن القيادة الرشيدة للدولة حرصت على استدامة التعليم في الدولة رغم كل الظروف، نظرا لإيمانها الكبير بأهمية استدامة التعليم ورفضه بكافة ما يلزم ليواصل الطلبة رحلتهم التربوية والمعرفية. وبيّنت معاليها أن دولة الإمارات كانت من الدول السباقة في تبني التعليم الذكي، حيث ضمنته في استراتيجيتها المستقبلية، إذ بدأت الوزارة بناء على توجيهات القيادة الرشيدة في امتلاك أدوات التعلم الذكي منذ عام 2012 ووضعت الخطط الكفيلة لإنجاحه من خلال تطبيقه على مراحل لضمان عدم حدوث أي إرباك في الميدان التربوي، حيث شهد العامين 2017 و2018 توسع في نطاق تطبيق التعلم الذكي في الدولة إلى أن طبق فعليا في العام 2019 بسبب ضغط الجائحة على مختلف مرافق الحياة في مختلف دول العالم، وانتقلت الدولة على استدامة نمط التعلم الذكي في العام الجاري.
بدأت المرحلة الثانية من العودة تدريجية للعمرة من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية، حيث أدى المواطنون والمقيمون صلاة الفجر في المسجد الحرام أمس، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أن وزارة الحج والعمرة والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزارة الصحة رفعت درجة الجاهزية وكامل الاستعدادات لخدمة المعتمرين وفق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات، إضافة لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية واستخدام جميع الأنظمة التقنية والبرامج الإلكترونية لتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات كافة بسرعة وإتقان. بدأت المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا أمس الأحد اجتماعاتها ولقاءاتها مع كبار المسؤولين في السودان لمناقشة سبل التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان بخصوص المتهمين الذي أصدرت المحكمة أوامر قبض بحقهم. وصلت المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى السودان أول من أمس السبت في زيارة رسمية تستمر حتى 21 من الشهر الجاري، حسب ما ذكرت وكالة أنباء السودان سونا. وصرح مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في بيان له أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ومسؤولين آخرين بالمحكمة سيبقون في السودان حتى الأربعاء، وهي أول زيارة معلنة لبن سودا إلى السودان. تبادلت أذربيجان وأرمينيا الاتهامات أمس الأحد بخرق الهدنة الإنسانية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي في إقليم ناغورنو كاراباخ بعد أسبوع على بدء سريان وقف أول لإطلاق النار تم التوصل إليه بإشراف موسكو، لكنه لم يحترم إطلاقاً. فيما أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف أن عسكريي بلاده أحكموا السيطرة على جسر خودافرين العريق. أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان لها أن القوات الأرمينية خرقت بشكل فاضح الاتفاق الجديد منددة بقصف مدفعي وهجمات على طول الجبهة، فيما أفادت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية عن إطلاق قذائف مدفعية وصواريخ أذربيجانية على شمال الجبهة وجنوبها خلال الساعات الثلاث الأولى بعد بدء سريان الهدنة،
وتحدث جيش ناغورنو كاراباخ في بيان له أيضا عن هجوم معاد صباحا في الجنوب، مشيرا إلى خسائر وجرحى من الجانبين. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام نشرة، نلقاكم في تمام السادسة مساء. نترككم في رعاية الله وأمنه، إلى اللقاء.